أسباب تجمع الغازات في البطن والانتفاخ وطرق التخلص. عندما يكون خروج الغاز من الجسم في معظم الأحيان محرج، متى يجب مراجعة الطبيب دون القلق؟ تجمع الغازات أمر طبيعي وهو جزء من عملية الهضم. الشكوى من كثر الغازات يعني وجود مشكلة في الجهاز الهضمي. اضطرابات الجهاز الهضمي من الأسباب المفاجئة للغازات، فما هو المقدار الغاز غير الطبيعي الذي يكون في الجسم؟ يخرج معظم الناس الغازات من 5 إلى 15 مرة في اليوم، والشعور بالغازات وكثرتها له عدة أسباب. يعد ابتلاع الهواء أحد الطرق التي تدخل الغازات إلى الأمعاء. يدخل الغاز إلى الأمعاء بطريقة ما، وقد يحدث هذا عند ابتلاع الهواء، ويتم إنتاج بعض الغازات في الأمعاء عن طريق البكتيريا والميكروبات الأخرى التي تعيش هناك. تساعد هذه الميكروبات والبكتيريا على تكسير الطعام الذي نتناوله وتطلق الغازات. ابتلاء الكثير من الهواء يؤدي إلى التجسد. زيادة الغازات أكثر مما يجب قد يكون بسبب ابتلاء الكثير من الهواء، فيخرج بعض هذا الهواء على شكل تجسد، ويخرج الباقي على شكل غازات من المنفذ الطبيعي، فتحة الشرج. يمكن لأشياء كثيرة تؤدي إلى ابتلاع الهواء. قد يتم ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة أو مص الحلوى الصلبة، ويمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة أو الشرب من خلال المصاصات أيضا إلى ابتلاع المزيد من الهواء. ومن يعتاد على مص الأشياء كالأقلام أو أشياء أخرى قد يكون سبب آخر يأخذ فيه الهواء الإضافي إلى البطن، يخرج على شكل غازات. وقد يؤدي شرب المشروبات الغازية إلى زيادة الغازات في البطن، وتعتبر الفقاعات الموجودة في المشروبات الغازية أو الصودا أو المياه الفوارة مصدرا للغازات. ممكن التأكد من أن شرب تلك المشروبات الغازية عند البعض قد تكون سببا لذلك، بتبديل المشروبات الغازية إلى مشروبات طبيعية بين الحين والآخر لاختبار إذا كان هذا السبب أكيد للغازات في هذا الإنسان. التنفس من الفم والشخير يؤدي لابتلاع مزيد من الغازات. حتى إذا كنا لا نستنشق المزيد من الهواء أثناء النهار، فالأمر يختلف أثناء النوم. التنفس أو الشخير مع فتح الفم أثناء النوم يؤدي إلى ابتلاع الكثير من الهواء بين عشية وضحاها. يجب الأخذ بعين الاعتبار النظام الغذائي، ومع أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مفيد، ألا أنه قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات في البطن. فالطعام الذي نتناوله له علاقة بالأسباب الأخرى للغازات، تجعلنا بعضها أكثر تعرضا لتكوين الغازات، مثل الفاصوليا، البازلاء، الخضار مثل البروكلي أو الخضار الورقي، كل أنواع الحبوب، مكملات الألياف التي تحتوي على سيلينيوم. وتشير بعض الأبحاث إلى أن نقع الفاصوليا في الماء لمدة 12 ساعة يمكن أن يحد من إنتاج المواد الغازية. عدم تحمل الطعام يعد سببا آخر لتجمع الغازات في البطن. قد تتكون الغازات إذا تناولنا أطعمة لا يمتصها الجسم جيدا. في بعض الأحيان يسمى هذا عدم تحمل الطعام. تشمل المنتجات الشائعة مثل منتجات الألبان أو البروتينات مثل الجلوتين في القمح أو الحبوب الأخرى. إذا كنا نعتقد أن الغازات مرتبطة بالأطعمة الغنية بالألياف أو عدم تحمل الطعام، فيجب متابعة ما نأكله لنستطيع تحديده واكتشافه. وقد تسبب بعض بدائل السكر أو المحليات الصناعية في حدوث الغازات عند فئة من الناس مثل السوربيتول والمانيتول والإكسيليتول. بعض أنواع الأدوية تؤدي إلى مزيد من الغازات عن طريق نشر اضطراب البكتيريا المعوية. إذا نمت البكتيريا أو الميكروبات الأخرى التي تعيش في الأمعاء كثيرا، تؤدي إلى زيادة اضطراب الغازات والإنتاج الزائد منها. وهذا لا يعني دائما أننا نعاني من عدوى تحتاج إلى علاج،
وقد تكون البكتيريا صحية تساعد على تكسير الطعام، لكن في بعض الحالات قد تساعد المضادات الحيوية على اضطراب هذه البكتيريا مما يؤدي إلى زيادة الغازات. الإمساك يبطئ الهضم ويؤدي إلى زيادة الغازات. من يعاني من الإمساك يؤدي لأن يتحرك الطعام عبر الأمعاء ببطء، مما يعطي مزيدا من الوقت لتراكم الغازات. عندما يبقى الطعام مدة أطول في الجسم فإنه ينتج غازات أكثر، ويمنح الميكروبات الوقت للعمل على إنتاج المزيد منها. ومع تقدم العمر أيضا يصبح الهضم أبطأ، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية تؤدي إلى إنتاج الغاز الزائد، وهو أحد أعراض العديد من الأمراض والحالات الصحية. يمكن أن يكون الغاز الزائد من الأعراض المصاحبة للعديد من الأمراض التي تؤثر على الأمعاء أو الأمعاء الدقيقة، وتشمل هذه الحالات التهاب الرتنج والتهاب القولون التقرحي، مرض كراون، متلازمة القولون العصبي، داء السكري، تصلب الجلد، ضعف الغدة الدرقية، سداد الأمعاء وغيره. ولأن إنتاج الغاز الزائد في الأمعاء يعيق الحياة الطبيعية ويؤدي للألم والشعور بالكثير من الانزعاج أو الانتفاخ، وأحيانا الكثير من الإسهال أو الإمساك، وقد يكون مصحوبا بالتقيؤ أو الغثيان أو وجود دم في البراز أو فقدان الوزن دون معرفة السبب أحيانا، فيجب الحصول على المساعدة الطبية والصحية اللازمة بالتوجه للطبيب وأخذ العلاج اللازم.